اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان سعيد ان اتواصل معكم مجددا في هذا المباشر الذي سنتحدث فيه باذن الله تعالى عن اخر التطورات المتعلقه بقضيه الصحراء الغربيه على ضوء الساعات الماضيه والتي يعني كانت فيها احداث متعدده احداث يعني متسلسلة أدعوكم في البداية إلى مشاركة هذا الفيديو وإلى وضع جيم للصفحة كما أبلغكم أن الصفحة يعني في خطر يعني باش نعود واضح معاكم الصفحة في خطر ولكن تمشي صفحة والله تجي صفحة نحن الحمد لله لم نولد بصفحات فيسبوكية قد ننشئ أي صفحة فيسبوكية و تنال اهتمامكم في مدة وجيزة جدا فقط هذه رسالة نوجهها لأولئك الذين يحاولون إخراص صوتنا بكل الوسائل أنه نحن لم ما عندنا القلب على شي صفحة والله على شي قناة يوتيوب ولا على شي حساب فيسبوكي ولا على شي نافذة إعلامية نتواصل معكم منها لأننا نحن من نصنع هذه النوافذ الإعلامية ونحن باذن الله تعالى وطبعا بمسانده منه ومساعده نستطيع ان نفتح نافذه بسرعه ليكون التواصل معكم بكثافه وبالنجاعه الكافيه. أه سلاح التبليغات طبعا سلاح الجبناء والمخزن المجرم الفاسد الدكتاتوري الذي يقمع الحريات يريد كذلك ان يخرس صوتنا حتى وان وجدنا على ارض الحريه وعلى ارض الديمقراطيه ارض اللجوء. إذا واهم من يظن انه بسلاح التبليغات وبسلاح البحث عن الثغرات لاقتناص الصفحة او اقتناص قناة اليوتيوب انه يستطيع ان يخرص السنتنا فهو واهم فهو واهم ويضيع وقته وكل ذلك يدينه علقا اخلاقيا قبل ان يكون يعني قانونيا او قبل ان يكون فضحا امام الناس الذين يتابعون هذه الصفحه او يتابعوننا عبر وسائط التواصل الاجتماعيه الاخرى. اذا ادعوكم في البدايه الى مشاركه هذا الفيديو لان هناك يعني الكثير من المعطيات التي عرفتها الساحه اليوم واللي على راسها صدور البيان العسكري الخامس يعني اليوم او قبل قليل فقط يعني في حدود السادسة وعشرين دقيقة أي قبل تقريبا أقل من ساعة صدر البلاغ العسكري الخامس عن وزارة الدفاع الصحراوية عن وزارة الدفاع الصحراوية وليس ذاك الكلام اللي تشاهدونه في مواقع التواصل أو في سخافة المخزن البليد إذاً يقول البلاغ العسكري رقم خمسة تتواصل لي اليوم الخامس على التوالي ضربات مقاتلي جيش التحرير الشعبي على مخابئ العدو على طول جدار الذل والعار مخلفة أضرارا بشرية ومادية بحسب البلاغ العسكري ويقول نص البلاغ بسم الله الرحمن الرحيم بلاغ عسكري رقم خمسة ما فتئ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد يصعدون من اعمالهم القتاليه كل يوم بعد خرق قوات الاحتلال المغربي وقف اطلاق النار بين جبهه البوليزاريو من جهه والمملكه المغربيه من جهه اخرى تحت اشراف الامم المتحده وكعادتهم واصل ابطالنا شن هجماتهم الناجحه على معاقل العدو مسجلين بذلك اروع الامثله العالميه في الشهامه والاقدام خلال حربنا التحريريه المظفره وفي هذا الإطار وتجسيدا لإرادة الشعب الصحراوي تواصلت الضربات منذ الصباح الباكر من نهار اليوم السابع عشر من نوفمبر 2020 على مخابئ العدو مخلفة أضرارا بشرية ومادية وفي الوقت الذي تتواصل فيه وباعتزاز التحاقات شبابنا المخلص والوفي بجبهات القتال وبمدارسنا العسكرية تم تسجيل قصف نقطة الإنذار 51 من الفيلق التاسع والعشرين من قطاع مقالة على الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحا قصف مركز على القاعدة 19 من قطاع المحبس من التاسعة وأربعين دقيقة صباحا إلى العاشرة وسبع دقائق قصف القاعدة الثامنة من الفيلق السبعين من قطاع حوزة من الساعة الواحدة إلى الواحدة والربع بفضرة العش. كل الوطن والشهادة عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. إذا أعيد أعيد بتفصيل. إذا يقول البلاغ الصادر أنه الضربات كانت اليوم كذلك منذ الصباح الباكر على مخابئ العدو وأن هذه الضربات قد خلفت أضرارا بشرية ومادية قصف نقطة الإنذار 51 من الفيلق التاسع والعشرين من قطاع مقالة على الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحا قصف مركز على القاعدة 19 من قطاع المحبس من التاسعة وأربعين دقيقة إلى العشرة وسبع دقائق قصف القاعدة الثامنة من الفيلق السبعين من قطاع حوزة من الساعة الواحدة إلى الساعة الواحدة والربع بفضرة العش إذا الخبر يعني واضح لا يحتاج إلى كثير من الشرح في المقابل في المقابل الاحتلال المغربي لم يخرج اي بلاغ لا يتحدث عن اي شيء يحتقر الراي العام المغربي ما عنده سقف الراي العام المغربي ما عنده ما يقدم للراي العام المغربي لا يستطيع ان يتحدث الى الراي العام المغربي بكل ونتحدث عن هذه الوسائل اللي ممكن يتواصل معها كل الوسائل كل الوسائل كل هذا الصناطح الذين دخلوا الصحافه واساؤوا للصحافه ولا علاقه لهم بالصحافه ويدعون الصحافه بل يعني يكرمون في الزريبة لأنهم يمارسون صحافة من نوع آخر صحافة ماذا؟ العام زين صحافة كل شيء زوين صحافة ما كاين لا حرب لا والو صحافة ما كاين لا ضحايا لا والو صحافة احنا عندنا البواسير لا عندكم البواسير ماشي البواسيل البواسير البواسير هي اللي كاينة البواسير عند عند علية القوم اليوم وعند حتى اللي ما عندهم في علية القوم هذا ما عندهم عندهم البواسير ما البواسل منين هما البواسل اي اين هما البواسير اذا تكتم شديد على الخسائر ولكن في المقابل حتى وان تكتموا على 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 على, الخسائر بدات يعني تخرج تخرج الاخبار التي تتحدث عن الناس او الجنود المغاربه الذين قضوا في هذه الهجمات يقول لكم ما لا ميت لا لا جريح لا حتى شي حاجه ياك يعني ما كاين حتى شي بلاغ انا الى حدود الان يعني انا اتابع ماذا يجري في في الساحه واتابع هذا 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 التي تسمي نفسها بالصحافه في المغرب انا ما شفت لا بلاغ ما شفنا واحد ذاك النهار لا ماب وكاله المغرب العربي لامبا مرقت واحد ما يسمى بالمقال ومازال غير مسنود لشي حاجه بحال شحال بحال احنا نتكلموا عن شي زريبه شي زريبه ما عندها لا بواب ما عندها اللي قرر ما عندها اللي كتب بلاغ ما عندها اللي والو بحال شنو لكم آه انحضرت انحضرت الزريبه واحد المنحضر صحيح جدا ما كاين ما كاين شي واحد اللي يقول, يقول يقول انا عندي مثلا عندي مؤسسه اعلاميه في المستوى وهذه المؤسسه الاعلاميه قائمه بدورها أنا لما شفت شفت المباشرات اللي قامت بهم قام بهم الاعلام العمومي غادرت انا الاذاعه والتلفزيون تركت من 2013 من 2013 تقريبا قريب من من ثمان سنوات نفس نفس 55 جاو قلت 55 اثمن سنوات اثمن سنوات راه عمر اثمن سنوات لم يتبدل شيء مازال مازال ما زال نفس اللايفات نفس يعني المباشرات بالطريقه الكلاسيكيه اللغه هي هي بل قاعد الحمد لله عادوا عاد يقولوا قطع الطرق في التلفازه عادة النشرة الرئيسية ينقال فيها قطع الطرق تقدم تقدم ملموس طبعا في إطار الزريبة لأن الزريبة عندها التقدم غير في العكس القنوات التي تحترم نفسها والإعلام الذي يحترم نفسه يتقدم إلى الأمام يبحث عن الكفاءات يبحث عن الأصوات يبحث عن خط التحريري يحسن من خط التحريري يحقق السبق وزريبة كاملة زريبة كاملة عندها الملايير الموماليارة وما قد تصنع حتى إعلام يوصل عشرة في المية من الفعالية عشرة في المية ما عندكم عشرة عشرة في المية ما عندكم إيش عندكم إيش عندكم شي من شي من المحل بحال القوارج بحال بيوت فوق السطح المهم كل واحد يأسس قناة واحد يأسس موقع واحد يأسس ما والاعلام العمومي الله يرحمه، الاعلام العمومي الله يرحمه. غاد دفنوه حتى هو دفنوه شي واحد من من قتلى هذه العمليات العسكرية، دفنوه حتى معاه الاعلام العمومي، الاعلام العمومي راه رحمة الله عليه، راه ما كاين لا اعلام عمومي ولا ولا شيء قال الاعلام. تم يتمخزني 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 يتمخزن لين فات المخزن عاد أكثر من المخزن في, في, في الطريق في طريقة المعالجة. إذا هذا الازدراء للرأي العام تفضحه ماذا؟ ماشي إحنا نفضحوه احنا لا نبحث حنا ما نتلصو نشوفوا شكون اللي مات ولا اللود ولا طالصين المقدمين والشيوخ باش يعرفوا شكون اللي مات ولا نتتلصص على الغرف السوداء باش نعرفوا شكون اللي مات هذه قدامي قدامي واحد صفحه اسمها مرصد فازاز للإعلام, للاعلام والثقافه او اف ام سي مرصد مرصد فازاز للاعلام والثقافه او اف ام سي هذا مرصد آه آه هذا المرصد يعني داير تبارك الله تصاور دجاجته وطني وطني هذا مرصد وطني طبعا داكش لان كاين إما إما, اما اما انك تحب الملك بالزز وراك وطني بالزز بالزز يحطوا لك السيف يقول لك حب الملك يلا خصك تحب الملك الا ما حبيت الملك انت راك خائن ومسترزق وماشي وطني وما عندك علاقه بالوطن ولكن غير حب الملك وصافي راك وطني درك اللي خصوصا من شفت واحد يمسك كل شيء بدل البروفيلات داير الشرويط الحمراء انت حتى حتى دير الشرويط الحمراء ياك يعني نعرف بانك مغربي حتى دير الشرويط الحمراء حتى توسخ وجهك حتى توسخ وجهك ياك يعني تعود فالمهم هذا هذا المرصد هذا المرصد مرصد مرصد فازاز للاعلام وكذا شي يقول قال لك هذه تقريبا قبل ثلاث ساعات هذا منشور قبل ثلاث ساعات قال غادرنا إلى دار البقاء غادرنا لدار البقاء واحد من أبناء إيدزر النجباء العثماني محمد شهيد الواجب الوطني خبر تلقيناه بصدمة وحزن شديد فالله مرحم شهيد إيدزر وأسكنه فسيح الجنان وارزق ذويه وأقاربه وأهله وأصدقائه وزملائه عامله الصبر والسلوان المرحوم كان معروفا بخصاله النبيلة خلقه الحسن سيرته الطيبة رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون نقلا عن صفحة أجيال ثانوية البحيرة وبعض المصادر المقربة يعني ماشي حتى مشي حتى هذا المرصد هو اللي نشر الخبر الأول ولكن نقلا عن كذلك واحد آخر لا لا هذا راه هذا المرصد خائن هذا هذا المرصد خائن ولي خائن خدام مع الموزمبيق استاذ المرصد تابع للموزمبيق وتحت كذلك تحت تحت نفس المنشور راه هو هذا الشيء راهو منشور عندكم في الصفحه باش تاكدوا باش تعرفوا باننا نتحدث من فراغ هذا ايد زيرفانت كات حتى هي صفحه على ما اعتقد صف... صفحه نعم صفحه فيها مراسم تشييع جنازه شهيد الوطن اليوم بمقبره ايد تغمده الله في التعاليق بلا نشوفوا التعاليق شو يقولوا التعاليق باش نعرفوا فين مات هذا الشخص لا يقول لك واحد لا, لا لا ما ماتش في المعارك لا لا راه ذوك اللي قالوا ما كاين لا قرطاع صالح حتى شي حاجه ما كاين لا موتى لا حتى شي حاجه راه غير بحال واحد البارح شفته ذاك كاري حنكو جايب شرا متسطى مسكين مشى مشى واحد البيستول ديال الميكا وقعد يضحك على الراس ويضحك على راسو ويضحك, ويضحك على الناس اللي يتفرجوا فيه مشاك عنه معدل شي يتفق ريشه وبانه زعما راه راه تعبر غير على مستوى المخزن المخزن ما يمكن يقلب غير على البولداء باش يخدموا عنده والمخزن ما يخدم غير بالبولداء اما الناس اللي فيهم الكفاءه والنزاهه ما يبغي من المخزن لانهم مزعجين اذا التعليق الاول يا واحد واحدين قال لها اميره وسدرات وسدرات قالت له الله يرحم الله يرحمه فين مات قال لها قال لها في الشريط الحدودي في الشريط الحدودي جا واحد محمد محمد بالوشمو قال لها ها 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 اكذب الموت الموت واحد دفن وواحد يقول ها 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 شوفوا شوفوا المستوى شوفوا شوف المستوى ده المعارك قايمه و... 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 ومصير زريبة كامل في مهب الريح وحدين ايوا كذا خلاو نعايلهم خلاو ما نعرفهاش ها 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 باش تعرفوا الاستخفاف باش تعرفوا قله المسؤوليه باش تعرفوا بان هذا 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 الشعب هذا الجزء الكبير من الشعب ضحيه ماذا؟ ضحيه واحد المخزن بريد واحد المخزن اللي لا يستثمر في الشعب وهو أنتج هذا الشعب وفك راسك مع هذا الشعب قال واحد قليل من التوضيح سميتو اسمه شتوكي البشير قال قال لهم واحد الحسان علي السالك الهداد المرجو من العائلات المغربيه التي ابناء لها ابناء في الجيش المغربي الاستعداد في قادم الايام لاستقبال ابنائها في نعوش لان الذي يدافع عن وطنه المسلوب ومستعد للتضحية من أجله والدفاع عن كرامته ليس كالذي دخل الجيش أصلا للبحث عن لقمة العيش فالمقاتل الصحراوي مؤمن بعدالة قضيته ومستعد للموت من أجل أن يعيش شعبه حرا أبيا عاش الجيش الشعبي الصحراوي البطل واحد آه واحد سون زارغاس قال والله أمر مؤسف وشكون قال لكم بأنه الشهيد والله العظيم الكريم بأنه ليس شهيدا وليس له بالشهادة صلة أحب من أحب وكره من كارب تكذب على الشعب المغربي البسيط مسكين علاه حرام عليكم المهم يا اسف المهم في التعاليق الله يرحمه ضيقات القبور ترحم كذا إنا ان الله وانا راجعون واحد كذلك من دوك اللي دايرين الشرويطه الحمراء على وجهه اسمه ام قران هذه سيده ام قران ام قران سميره ام قران قالت له ان الله وانا راجعون الله يرحمه مات شهيدا اذا باش ن... باش نكونوا واضحين هذه بوميه ساكنة في طنطان من بوميه ولكن ساكنة في طنطان يعني من ضمن التعاليق. إذا باش نعودوا واضحين، إذا هذه أخبار هذه أخبار تأتي من صفحات فيسبوكية مغربية ومن حسابات فيسبوكية مغربية. إذا باش ما يكذب علينا واحد يقول لنا راه لا راه, شي راه جاي من الموزمبيق. هذه الأخبار راه كما تجيبوها غير من الموزمبيق. ستسمعون الله يحفظ احنا ما بغينا نموت لحد. احنا ما بغينا حد يموت في الحرب. احنا ما بغينا ما بغيناش شي أسرة تتيتم. حنا ما بغينا شي اطفال يتيتموا حنا ما بغينا شي امرأة تترمل ما بغينا شي ام سكينه يعني تفقد ولدها والله اب يفقد ولده ماشي يقاتل على معركه لا نقتله فيها ولا جمل دافعوا واحد النظام مجرم باش يمشي يتقاتل باش يتم قعد هو يمص الحوت ويمص الفوسفات ويمص الخيرات وانت سير تقاتل على 1500 درهم ولا 2000 درهم ولا 3000 درهم والساعة اللي تكمل تقاعد مشي تطلب في الشارع والله الا تفهم الا ما يجيبوك يدفنوك ولا كاع والله ما يدفنوك قاعد في, في البلاد باش يشوفوا ولادك يدفنوك في شي منطقه في الخلاء ومسكينه تبقى الارمله يعطوها جوج فرانك حتى هي تعود تطلب غدا وغدا وعود فيديوها كذلك يسركل في الفيسبوك راه خاصه نتكلموا معاكم اللغه اللي خاصكم تسمعوه نتكلموا معاكم اللغه الحقيقيه اللي ما يقولها لكم الاعلام العمومي المغربي والاعلام الخاص في المغرب اللي اصلا فاتح باريج في كل مكان ويتحدث هكذا فهمتي زي لكم على الواقع راس راه الزواق يطير راه الزواق يطير راه الحقيقه صادمه الحقيقه ستعرفونها طال الزمن ان قصر وقريبا غادي تعرفوا الحقيقه وكل نهار غادي تعرفوا الحقيقه كل نهار غادي تعرفوا الحقيقه رأى الان راه ما يقول لكم لا مات حد ولا نجرح حد وراح حنا البواسير هما راه غير البواسير البواسير هذه النهارات لكن غير البواسير ولكن ما يقول لكم البواسير يقول لكم البواسير عندنا الجيش البواسير كذا هو داخل معركه خاسره منذ البدايه اذا الله يرحمه احنا ندعوا له بالرحمه انا شخصيا ندعي له بالرحمه حتى وان كان يعني مشى مشى يقلع عرض من اهله ولكن مشى مسكين لانه مدفوع كذلك لانه فقره النظام وجوعه النظام ودفع به للموت من اجل لا شيء من اجل لا شيء الجيش الجيش المغربي فقد الالاف في المعارك الماضيه في 16 سنه الماضيه وفقد اكثر من 4000 اسير زوجوا 24 سنه 26 سنه داخل الاسر عند جبهه البوليزاريو واليوم يكرروا النظام قاعد في الرباط برا مع راسه واكل شارب هو وولاده مقريهم صيفته واحد بن قرير واحد ماعرف منين واحده منين مع مصيفطها والله منين معاه قاعد وقاعد هو و... يقرا عليكم الخطاب مره مره يقرا عليكم الخطاب في كل مناسبه ويقول لكم راح نص الصحراء المغربيه الوحده الترابيه طنجه القويره واننا وس وسنفعل وسنكذا كذا والنموذج التنموي الجديد والنموذج لما هو جديد وان شاء الله هو الصندوق الفلاني وسنحدث الصندوق الفلاني وسنتغلب على الفقر وصبروا معنا وراه ما عندي ما نعطيكم ولكن راه عندي واحد لوطير خاصني في باريس راه فهمت راه ماني يعني عارفين نسكن خاصني المهم اما راسي لربما نمشي لباريس والله شي حاجه توقع شي حاجه المهم نمشي لباريس نسكن فيها عندي واحد لوطيل ب 80 مليون اورو وانتم عيشوا انتم ديبانو مع روسكم ديبانو المهم راه الوقت عيان راه هذي اللي غير خاصنا نتكلموا معاكم بها باش تفهموا الحقيقه باش ما تبقاش مضبع على حال فمك انت ماك عارف حتى شي حاجه الناس تلعب بيك تلعب بيك الكورونا وانت حال فمك عاش الملك عاش الملك بقات في عاش الملك بقات تفع... لو كانت عاش الملك تفيد شي حزرا حتى حنا نقولوا معاك عاش الملك في, اللايف انت من 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 البدايه للنهايه نبقاو نقولوا عاش الملك عاش الملك عاش الملك باش تتحسن وضعك ولكن راه هو عايش وانت راك مانك عايش انت عايش ولكن ميت انت عايش ميت هو عايش مبرع ويرسلك انت باش تموت يرسلك باش تموت وهو قاعد بخير وعلى خير مبرع مع راسه الى ان يمشي بخير وعلى خير. إذا الرابط راه موجود في اسمه في الصفحة باش ن ن ن ن يعني تشوفوه بعينيكم. ف في نفس في, في سياق آخر وما دمنا نتحدث عن ما يجري في مخيمات العزة والكرامة وعلى مستوى المعارك القتالية للجيش، جيش تحرير الشعبي الصحراوي. اليوم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي خرج في تصريح صحفي عن طريق وسائل إعلام مختلفة نسمع يعني التصريح اللي قال فيه بأننا لم نكن نرغب في إراقة الدماء قبل ذلك يعني نسمع ما جاء في تصريحه في تصريحه يقول أنه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي يصفها النظام بالمرتزقة وقطاع الطرق وتحاربه بالصدور وبالرجاله بالرجاله اللي قادين يحاربوا وماشيين باش يستشهدوا ما هم ماشيين باش يرجعوا باش كانوا مين لهم منصب والله والله ينعطى لهم التقاعد في النهايه ماشيين باش يستشهدوا على ارضهم يقول انه الجمهوريه العربيه الصحراويه لم تكن ترغب في اراقه الدماء لكن النظام التوسعي المغربي فرض عليها ذلك اي انه راه النظام التوسعي النظام الذي يبنى المبني على العبوديه النظام الذي يعني يفكر فقط في التوسع لا يفكر في 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 القيام بواجباته الاداريه والسياسيه تجاه الشعب المغربي وانما يفكر دائما في التوسع دائما هو عينه الفول إيه بعيد راه عينه في القرقرات عينيه دراك راهم في القرقرات خلي السبيطارات الله اللي يجعل اللي مات بكورونا واللي طايح في المستعجلات واللي ما واللي مات في دارو واللي ما عنده باش يتعشى واللي ما عنده باش يتغدى واللي ما عنده باش يخلص الكرا المهم موتوا انتم مره لا احنا عندنا القضيه الوطنيه راه قرقرات والقرقرة خاصنا قطع الطرق فما راه جاونا قطع الطرق تما خاصنا وعيني راهم ليه درك كل شيء العقل راه ليه عليه وهي معركه خاسره معركة خاسرة واخا تعود عشرين ألف حركة تجارية فم آه مع المعارك ومع ومع وقف اطلاق مع العودة إلى الكفاح المسلح راه ما كاين لا تجارة ولا شيء وسترون ذلك بعينكم غير بالشور عليكم مغرب... غير حنا رنا ما مستعجلين حنا حتى تشوفوا ذاك الشيء بالحجة والدليل باش يالله تقتنعوا وقع على الفم ونقول عاش الملك قول عاش الملك يلا قولها تم كتبها كتبها عشرين ألف مرة إلين إلين كمل لايف كتاب عاش الملك صافي عاش الملك راك اللي تربح المعركة قال لك تصريحات قال لك بأنه إن مقاومة الشعب الصحراوي ستكون باللغة التي يفهمها المستعمر المغربي ماشي لغة المفاوضات ولغة الدريبلاج ولغة الحكم الذاتي وزيد من هون ودور من هون لا لا اللغة اللغة الآن لغة الزينات لغة لغة الرصاص لغه القوه اللي اصلا لا يفهم هذا المحتل الا هذه اللغه وهي اللي خلاته انه يطلب يطلب في 1991 انه يعد فم وقف اطلاق النار باش يرتاح شويه لانه عيا ادرك راهم لم يستفيد من الدرس راهو راجع للمعركه واشار الى ان الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى يوم النصر سيواصل الكفاح حتى يوم النصر راه ماشي الى يوم وكاين شي وساطة ووقفوا, ووقفوا وقت لاغ النار وبلاتي وخلوا الامم المتحده تخدم وبلاتي وعطوها فرصه اخرى نعطوها فرصه مسيكين حتى هي مره ثانيه باش تزيد واحد عام ثانيه ولا 30 عام ديال الكذب اذا شدد وشدد الامين العام للجبع على ان النظام المغربي متعجرف وعليه ان يدفع الثمن لان الحرب اعلنها الاحتلال المغربي بخرقه لاتفاقيات السلام مضيفا ان الموقف الاممي متذبذب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك وأشار رئيس الجمهورية وأشاد بموقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية مؤكدا أنها كانت دائما حاضرة إلى جانب الشعب الصحراوي نسمع نسمعوا تصريح يعني مهم نسمع التصريح إن شاء الله ونحن في حرب قام به نظام الذي قام به نظام التوسعي المغربي ونحن في حرب وسنواصل كفاحنا ان شاء الله حتى يوم النصر كل حال طبعا ستكون هناك تضحيات هذا ستكون... ست... بدون شك لا ك... لم نكن نرغب في اراقه دماء لا دماءنا ولا دماء الاخر لكن فرضت علينا من طرف النظام التوسعي المغربي كما اسلفت للمره الثانيه قدوم 45 عام يعني آآ آآ نظام متعجرف نظام آآ آآ بني على العدوانيه والتوسع المعنويات هذا ما تشاهدونه اذا كيف شفتوا حمله التبليغات حاولوا تش... حاولوا تعدلوا جيم كثيرا للصفحه من فضلكم واللايف كذلك معنوياته عاليه جدا لا يمكن ان تقاس اليوم لانه شعر مره اخرى بالظلم شعر بالحقر مره ثانيه في تاريخنا وف... مع جيراننا طويلة من عمل جبهه بوليزاريو ابراهيم مرحبا مرحبا بكم سيد الرئيس يعني جمله من المساعدات اخرى في الجزائر انتم من الناحيه المعنويه يات. هذا بدون شك آه، لم نكن نرغب في اراقه دماء لا دماءنا ولا دماء الاخر لكن فرضت علينا من طرف النظام التوسعي المغربي كما اسلفت للمره الثانيه في خمسة 45 عام يعني آه آه نظام متعجرف نظام <applause> اذا سمعنا يعني سمعنا جزء من 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 تصريح الرئيس ابراهيم غالي اليوم واللي طبعا ظهوره يفند يفند كل ما يقوم المخزن اليوم بترويجه في في بطريقه احتقاريه لذكاء المغاربه لانه يعني كاين اليوم بعض الاخبار بعض الاخبار تسرب والله كاين وحدين مهمتهم هو نشر بعض ال... بعض الاخبار لالهاء المغاربه وراكم واحد الخبر كان يتعلق بالرئيس الصحراوي نشر عن طريق او عن طريق طبعا الفيسبوك وهذا الخبر موجه طبعا للاستهلاك الاستهلاك الداخلي وقبضوه وحدين و... ونشروه هون والهي وهون والهي و... وكذا ومفتخرين به ويعتز يعني وفرحين فرحين انه انسان يصاب بمرض او او يتقول عليه لأنه مصاب بمرض ايوا اليوم سمعوا تصريح وسمعوا الكلام الذي يجب ان يسمعوه ولكن انا دائما نخاطب نخاطب الجزء الجزء الباقي اللي ممكن انه يتحرك من ذكاء المغاربه الجزء الباقي اللي ممكن يتحرك من ذكاء المغاربه اللي ممكن يحلل الوقائع ويحلل الاشياء لما يقوم الرئيس الصحراوي لما يقوم الرئيس الصحراوي ويتكلم ويعطي تصريح ويق... و... 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 ويشرف ميدانيا على 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 العمليات العسكريه ضد المحتل وفي نفس الوقت يتلقى اتصال من الأمين العام للأمم المتحدة جوتاريس ويرفض الحديث معاه أو يحيله على 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 الأخ خطر يدوه هو اللي يتكلم معاه هو اللي يناقش معاه إذا كان فمشي قد يناقش بينما بينما المخزن عن طريق دجاجته ماذا فعل؟ هو من يتصل بالأمين العام للأمم المتحدة وهو من يشرح له حنا رنا ما لم نخرق وقفه اطلاق النار واننا سنقوم وسنفعل وكذا ونحن ابرياء مسكين نحن ما عندنا والو نحن ما درنا حتى شي حاجه حنا غير ظلمونا هاد البوليزاريو هادو ظلمونا وتعدوا علينا وجابونا دخلونا الحرب نحن رانا حنا دراويش غوتيريز والله يرحمك الوالدين الا ما كان الا كان كاين شي حاجه تقد تعدلها ولا كاين شي طريقه باش تقد تضغط على هذا البوليزاريو يوقفوا علينا هذا الحرب ويردونا لوقف اطلاق النار راه هو هذاك هو اللي كنا متمعيشين معاه هذاك وقف اطلاق النار هو اللي كنا مدورين فيه الحركه دابا راه الحركه وقفت وال وال كبيره وداخلين على واحد الحرب ما عارفين كيفاش نخرجوا منها والضحايا راهم بداوا بداوا يظهروا في الفيسبوك ماشي يظهروا عند القيادة العليا ل... 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 عند الجيش المغربي ويصرح بهم ويعطي بيان ويعطي أسماءهم ويصوروهم على الاقل يصوروهم يستحقوا على انهم يصوروهم ويصوروا دفنهم ويصوروا الاجواء الاجواء نقلهم لاهلهم على الاقل على الاقل مسيك واحد مشى مسيكين مات على على معركة خاسرة مات مشى على واحد معركة ديال ديال واحد النظام فقط باغي يستنزف الخيرات ايوا الله يرحم الوالدين السي غوتيريز الا ما تشوف معاه شوف شوف معاهم شوف معاهم ضغط عليهم شويه شوف كيفاش تدير قلب على كيفاش دير راه حامضه راه عندنا قضيه حامضه رانا را ما عرفنا فينا نمشوا راه جاتنا كورونا من اليمين وجاتنا بوليزاريوم من اليسار وما عرفناش غنديروا مع هذا الشيء والوضع الداخلي سيء والاقتصاد منهار والسبيطارات ما قادين يتحملوا هذا الشيء ولا جاب الله جات الحرب وكان القتلى ياسرين والجرحى كذلك راه ما عرفناش غنديروا مع هذا الجرحى كيفاش غن فين غنعالجوهم فين غنعالجوهم باش غنعالجوهم راه هذا هو الواقع هذا هو الواقع اللي خاصك تسمع هذا هو بغيت تشوف بغيت تمشي تتفرج في ذوك المواقع اللي يكذبوا عليك والكواشوف لك وتبارك الله الشاحنات زازو وشاحنات جاو شاحينات مشاو وشاحنات جاو واش رابح انت من شاحنه مشات ولا ولا مليون شاحنه تخطات من القرقرات اش رابح انت منها يعطوك عليها الصنك يعني الصنك يفيرسو يعني لك الصنك اش رابح انت اش رابح لا احنا هو اللي وطنيين احنا او يكون بعد سيدك وطني هي الاولى يكون النظام بعده هي الاولى وطني يكون 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 بعد النظام اصلا يعني ليس خائنا لي لي لتطلعات الشعب ليس خائنا لحقوق الناس انا ذاك بعدا تكلمت على الوطنيه والدفع على الوطنيه والله ما والله هذيك الوطنيه ذلك اللي اصلا انا ما قديت نفهمها منين جبتوها منين جبتوا الوطنيه الوطنيه منين جبتوا انتم هذه الوطنيه منين نين هذا شكون قراكم هذا المفهوم ديال الوطنيه المفهوم ديال الوطنيه هي انت تم هاز سموا ها قرقارات رجع من شوف اسيدي الموقع الفلاني مشات تماك وصور لنا الفلانيه وهذه دازت وهذه مشات وهذه رجعت من موريتانيا وهذه موريتانيا والحد لحنا راه الحدود عندنا مع موريتانيا او تبارك الله وشوف شتو شتو, شتو تبارك الله بيدون وحتى قرطاسه وحده والناس عاد تندفن الناس عاد تندفن لانها ماتت في هذه المعارك لا قال لك ما كاين لا قرطاسه لا والو لان هذه القرقرات راه هي اللي تثبت في هذا الشيء كامل راه القرقرات هي اللي تثبت في هذا الشيء كامل لماذا اللي كان العباقره يصيروا المغرب كاين العباقره تبارك الله غير القنوق ما كاين غير الدبلومات وما كاين غير ما شاء الله الشواهد وما كاين غير المدرسه الفلانيه والمدرسه التراد الاداره الترابيه والقناطره نادل والمهبوق نادل ايوا و التدميره بقات في بوق نادل بقات في المدرسه اللي ما نعرفهاش الاداره والمدرسات الاداره الوالي الفلاني العامل الفلاني بقات في هذا الشيء اش على ارض الواقع اش عندكم على ارض الواقع والو اصفار الاصفار غير من حفره لحفره من حفره لحفره اذا الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي راعيه قدامكم شحما ولحما شحما ولحما وسمعتوه وتكلم بلا ورقه بلا جوج بلا تعصار بلا جيب ليكيب رويال دخل ليكيب رويال ليكيب رويال فيه كورونا سيروا الى غدا ان شاء الله وانتظر الشعب ان شاء الله راه غدا ان شاء الله الخطاب لان كاين واحد الكورونا جات لهذاك ليكيب رويال اللي كنا سادين عليه فوطيل شاله 15 يوم قلنا لهم قعدوا في 15 يوم فوطيل الله حتى فانت باش ما تخالطوا حد باش نهار ندوكم عند دجاجتي كل ما فيكم لا كورونا لا والو مشى وهما اللي سلت من هون اللي مرق من الشارجه مع اللي قرا مرق من الباب ويمشي كاين اللي قاس عائلته كاين اللي مشى للاسواق كاين اللي مشى للبيران كاين اللي كذا هو نهار الخطاب الملكي وكورونا كورونا في الخ... في الفريق الملكي ما تعاقب حد ما تحاسب حد ما كاين لا خطا مهني ما كاين لا اقاله لا والو لانه هذو وطنيين ما شاء الله خدامين مع دجاجته واخا يخطو الدنيا انا معكم مشكل غير ما يكونوا صحراويين الا كانوا صحراويين نختاروه هو سيدي قطع المهني نقول لهم راه عندكم الخطا المهني إذا كانوا صحراويين الا كانوا مغاربه لا لا المغاربه الله يودي هذاك المعطانيه ديالهم ما مشكوك فيها ولكن صحراوي اللي خدام مع المخابرات الجزائريه وكان جاسوس وكان يعطي المعلومات ومراكم الاموال والملايير من العمل المخابراتي وفهمتوا حصلوه وضبطوه وتبارك الله المخابرات ديالنا عائقه وفائقه و... والحمد لله تهنينا منه مزيان بخير دابا راه الحمد لله التلفازه بخير وعلى خير المعلومات ما تتخرج من التلفازه ايوا هذا أوطيل شال هذا 15 يوم أوطيل اوتيل شال له. منين جاتني انا منين منين جاتني ياك انا كاين في باريس يا كاين في باريس وهذه المعلومات راك اللي نتكلموا عنها منين جايتني انا منين قال لي مع المخابرات الجزائريه برد على راسك مخابرات الجزائرية مخابرات الجزائرية خدمي الجنرالات مقلصين الجنرالات ما نعرفهاش الجنرالات المهم عارفين بأنهم مسكين شعب ممكن أنه يقاد بسهولة إذا عفوا الآن الرئيس الصحراوي راعي قدامكم تكلم معاكم ويدير وموجود وما مخلي شعبه قاعد شعبه يمشي تحارب وهو قاعد اللورة لا يدير بالزي العسكري وعلى دجاجته وما يرسل الولد يرسل ولده حتى هو يتحارب ياك كونونيل ياك ولده كونونيل ولا كونونيل ماجور على علاه ما يرسلوا الحرب علاه ما يرسلوا الحرب يحارب حتى هو معاه مع الجنود هذي يقبض حتى هو المدفع ويتكون يعود راجل ويدافع على الوحدة الترابية والحوزة الواحد الوح... الحوزة ما نعرفهاش والحاضرة الوطن وزيد وزيد حتى هو يشارك معه ما يقد اذا هذا هو الوضع وهذا هي الطريقه التي يتعامل بها المخزن مع الراي العام المغربي يضحك عليه يضحك عليه ويستعمل ذوك الادوات البئيسه جدا شنو هي هذه الادوات تلك المسمات سخافه يعني هذه السخافه هذه اللي تقدم اي شيء للشعب المغربي يعني اي حاجه تقدمها للشعب المغربي الدنيا المهم غار كور العبار اذا هون واحدة من النماذج واحدة من النماذج واحدة من النماذج ديال هذا الشيء ديال كور واعطي العور للشعب المغربي من من ساعة اللي بدا مشكل الكركرات والمخزن والمخابرات جيب الصحافة جيب الموقع الفلاني جيب الصحفي الفلاني جيب الجريدة الفلانية ديهم الكركرات ركبهم من الرباط ولا من الدار البيضاء ديهم حطهم في الداخل المحتله من بعدها رفدهم بالهليكوبترات وضعهم في في, في القرقالات ايوا صوروا يلا شوفوا صوروا هذيك الشاحنه ديروا السجن مع الشيفور ايوا عندكم راه المهم راه راه الحوادث الحدود راهي مرسومه عندكم تخرجوها كلها خاصكم فقط انكم تخدموا تخدموا كيف ما بغينا احنا راه حنا كيف ما بغينا هو اننا نقولوا للناس راه بخير راه استرجعنا القرقالات وراه ما كان حتى شي مشكل و... وكيف شو من اللغه نستعملوا المهم نستعملوا يقولوا قطع الطرق كلكم تقولوا قطع الطرق راه كاين هنا قطع الطرق ما مجل... ما دام قالها البرويطه صافي حتى نتوما قولوها راه راه مباحه راه لا حرج عليكم لا حرج عليكم ف جاب الله باش يفضح هذا شوف خيخي اللي مشات راه يمكن الان الموقع الوحيد والله القناه الوحيده والله ما نعرفاش نسميها اللي الدور الدور راك يوميا في 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 في, ذهابا وايابا باش تبيناش باش تبيناش واش درك هذه صحافه هذه درك صحافه هذه دور من هنا سير من الهيط مشي من الكركرات قيس الى قيس الى رجع من موريتان قيس الكركرات ايوا صور وكذا فهمت هالطريق الطريق شوفوا هاد الدبان شوفوا الدبان كاين هنا الدبان الدبان في هذيك البلاصه اللي كانوا فيها هذوك كان كاين الدبان الدبان ما كاين في الدار البيضاء الدبان ما كاين عندك انت في الدار ما عندكش انت الدبان في الدار وراه المشكله عندك الدبان هنا 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 الداخل عندك الدبان الدبان المشكله ماشي يكون في, في, في الطبيعه الطبيعه راه هي مكانه الطبيعه راه ما كانت ذا كان الذبان والحشرات والحيوانات وحتى بعض البشر اللي ممكن كذلك ممكن انك تلحقهم لهذاك المستوى ديال عزكم الله ديال الحشرات ولكن المشكله يكون عندك الذبان هون في الراس ويعود الذبان عند الرئيس المباشر ويعود الذبان عند هذاك اللي مول الرئيس المباشر وهذاك اللي خلص الرئيس المباشر يعود عنده الذبان هون في راسه هذاك هي المشكله و جاب الله باش ينفضح هذا الشيء انها كانت معدل استجواب مع واحد معروف معروف شخصيه معروفه وبغات بغات بغات عليه ذاك الشيء ديال ذاك الغميق ديال كازا ذاك الشيء ديال كازا ديال الدريبلاج ديال كازا ديال الكاريان ولكن لقات واخا هو عايش مع الذنبان فهم وحدة الذنبان ولكن ولكن هذا نقي هذا ذكي هذا عارف شي عدل هذا عارف كيفاش يلتقط الموقف ويرد رانا نشوفوا نشوفوا الفيديو باش ت... تعرفوا علاش نتكلموا لا 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 كان <تصفحة> اوكي شوفوا رجالي صالح طريق صافي هادو قطع الطرق هذا لا كان ما نشوفوا قطع الطرق هادو نشوفوا رجالي وصافي لا 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 كان اوكي هون نسولوا عن 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 المعتصمين اللي كانوا في الكركرات وبغات تقول له بغات تفرض عليه زعما راه قطع الطرق راه هذو راه قطع الطرق اسمعوا قال <سؤالي> لا 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 هذا ما مقطع الطرق هذا ما مقطع هذا راه بوليزاريو هذو اه مسكينه قالوا لها راه قطع الطرق صافي راه جايه قطع الطرق والمهم مصيبة الكحل البارح داير داير واحد المنشور ولا فيديو ولا شنو تقول لك بانه خطير جدا عصابه البوليزاريو تحاول اختطاف ما نعرفهاش تشوف خيخي مراسله تشوف خيخي اش لا يعدلوا بك اش لا يعدلو بيك انت البوليزاريو لاش تصلحي انت في البوليزاريو لاش لاش صالحة كاع انت في البوليزاريو البوليزاريو ما يقيسل لا ما يقيسل لا حد شريف ما يقيسل لا حد حد عقله عقله نزيه وطاهر اما انت تلا رجعي لهذاك البلاد اللي جيتي منه واللي والله ذوك البليدات اللي تسكعوا فيهم ثم تلودوا العباد الله تمشو تختلقوا الاحداث باش تعطوهم تقدموهم للشعب

ذاك يا للاسف هو لا يعود ممكن يسمع يسمع هذا الكلام والله يلحقوا هذا الفيديو قال عنه ما هو باغي يظهر ما هو باغي يظهر وجهه وحد ما هو باغي يظهر وجهه لانه خايف على راسه معناها لأنه معدل شي خاسر ما هو معدل شي صالح اما عاد معدل شي صالح يظهر وجهه ويظهر كراعه ويظهر يديه ويظهر سيارته ويظهر ذا كامل يا غير ما بغى يظهر لا وجهه ولا سيارته شنو هي ويتكلم كذا انا نبغي المغرب انا نحب المغرب انا والله لا زين عندي المغرب انا البوليزاريو ما نقد عليهم انا الصحراويين ما نقد عليهم واش خسر عليهم الصحراويين الا عاد انت ما تقد عليهم والله ما اللي المغاربه ما نزادوا الا عاد اللي عاد انت تبغيهم وانت اصلا يعني مشارك مشارك في هذه الجريمه ب 200 درهم نعطيها لك 200 درهم باش تبيع كرامتك قال لا لا ما ظاهرين انا ما ظاهرين وشوفوا هذا كان يقد يقولها لهم مالي قطاع الطرق هذا قطاع الطرق ومفعدلين وفاعلين وتاركين وكذا هو يعرفهم اكثر من اكثر من الشوفور هذا ولكن فرق كبير بين بين الانسان اللي يختار اصلا اللي اصلا تعود عنده قيمه ويحافظ عليها وكاين كذلك الانسان اللي ما تعود عنده قيمه وما يقد يحافظ عليها ولا يقد يعود بقيمته مع احترامي طبعا الناس يا غير نتكلم عن الموقف كان يقد يقولها لا, يا لا, لا الصحراويين والله الأخوتنا خوتنا سمعتي والمغاربه اللي خوتنا يا غير علاه تتنكر الصحراويين عزة مغاربه ايوا كردهم على قلبك. اه في نفس الوقت في نفس الوقت باش نا 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 نوضح لكم طبعا في علاقه مع مع ذا اللي جرى البارح واللي نشرتوا لكم البارح اللي هو فيديوهات الاشخاص اللي جاو للدار اللي جاو للدار في, في, عند 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 ولادي في 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 السله الجديده نشرنا لكم الفيديوهات وشفتوا فيديوهاتهم وشفتوا شفيقاتهم وشفتوا كميميراتهم وشفتوا حتى اشكالهم لا اشكالهم لا لا اجسادهم شفتوه هذوك تراك دال عليهم الصحافه واش هادوك اللي عليهم الصحافة؟ وتعالوا تشوفوا واحد منهم بلا حشمة بلا حياء مرق فيديو مرق فيديو في النهاية يقدم راسه على انه ما نعرفهاش باش مواقع قال له الدار والله أوه خاصنا خاصكم موقع الدار وخاصكم موقع الكوزينة وخاصكم موقع الصالون وخاصكم موقع الدروج وخاصكم موقع البراكة وخاصكم موقع الكرويله وخاصكم موقع عزكم الله الحمار وخاصكم موقع الكروسة عندكم ما تموا تموا نوعوا شوي تموا تموا اعطوا شوي نوع نوع نوع, نوع كشي شاف ما شاء الله الاسماء ها الدار ها ما نعرفهاش شي من قال لك الصحافه تعالوا سمعوا شنو يقول هذا اللي ماشي يطاول على دار رافد ساكو كيف كيف الكلوشار وجاي على اساس انه عامل صيانه يقدم راسه عامل صيانه على ما يقول انه صحافي علاه ما يقول صحافي في البدايه لانه عارف بانه اصلا ماشي عدل شي ما هو صالح وفي التالي يقول لك انا صحافي قدم راسك في البدايه يقول عنك صحافي وفي نهايه الصح شنو الصحافيين قريت انت الصحافه هذه اللي تخولك تمشي لدار الناس تنقر عليهم في الدار فين قريت انت هذه الصحافه هذه فين قريت انتم هذه الصحافه هذه اللي تبشحوا انتم علينا بها هاد الصحافه هذه اللي تمارسوا نتوما على الشعب المغربي وعلى وضد الصحراويين منين قريتوا نتوما هاد هذ الصحافه هذه اش مدرسه هذه اللي قراتوا فيها اسمعوا اش لا يقول مشاهدي قناه الدار اهلا مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نخصوه لتوضيح وتكذيب ما جاء على لسان المدعو رضا الليلي اللي ولفنا خلال هذه المده خلال هذا المده الاخيره واللي ركز بشكل كبير على النكت والاخبار الكاذبه والتضليليه المتعلقه بقضيه الصحراء المغربيه وكيف تبع الجميع للروايات يعني الروايات اللي كيختلقها من الخيال ديالو خاصه المتعلقه بتدخل الجيش المغربي بتحرير معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الافريقيه واللي تحدثت بلي على وجود قتلى واسرى وتبادل هو السي الصحفي السي الصحفي السحيفي السخافي اللي خدام في الدار ولا خدام في الكوزينه ولا مع مين خدام انت ايوا هذا هذو اللي ناصرين الصور يا اللي الجنازه اليوم شكون هذو شنو منين ماتوا هذو؟ فين ماتوا هذو؟ الصحافة آخر الزمان الصحافة آخر الزمان واش تما واش تسطيتو ولا ولا شنو ولا شو وقع لكم انتوما مخلطين شعبان مع رمضان مع سمو راه القتلى موجودين وراه تشوفهم كل نهار ومن بعد تعود تغطيهم انت في الموقع عندك لا ما كاين القتلى ما كاينين لا لا هذا غير يمكن يمكن جابوا الصندوق خاوي ودفنوه والاعتداء على المدنيين ومع توثيق امور بفيديوهات مفبركه ومعطيات كاذبه من بينها سقوط طائره بدون طيار واعتقال ربان الطائره وامور زائفه وتضليليه اليوم خلف في الصفحة ديالو الفيسبوك المعتادة وكيف مع الكل ولف من طرف هذا الشخص آه نزل بفيديو كيقول كي يقول بلي ان الاسره ديالو صغيره تعرضات للتحرش من طرف شخصين مجهولين وكل ما كان في الامر هو ان بحكم إحنا كاعلاميين وصحفيين آه الكل الاعلاميين هذو انتما انتما ما... انت اعلاميين واش عارف شنو اعلامي والله انا اللي نصر لكم باش تسمعوه درك هذا درك اعلاميين وبالله عليكم راكم شفتوا الفيديو بالله عليكم لو عليهم غير شوفت اعلامي راه ثم ما عندكم حتى شوفت الشمكاره حتى الشمكاره ما قديتو توصلوا للمستوى باص انا بعد انا نحشم بلاصتكم دخلت نشوف هذا القناه عندكم والله هذا هذا اللي اسمه هذا ما نعرفش اسمها كاع هذه قال لك الدار والله ما نعرف اسمها قا... موقع الدار دخلت نشوف هذا موقع الدار لقيت الفيديو الاول عني واحد الثاني اثنين ثلاثة أربعة خمسة صافي ما 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 تاع عندكم شي مواضيع من غير من غير من غير الخائن المسترزق كملوا لكم المواضيع ولا شنو صافي ساليتوا المواضيع وضحكني قال لك قال لك احنا راه صحافه انا راني مشيت مع فلان اللي عنده البطاقه الفلانيه مشى معاه مشى مع واحد عنده البطاقه وانتم واش انتم راه انتم راه بزاف عليكم حتى تعودوا في الزريبه راه انتم بزاف عليكم حتى تكونوا في الزريبه انتم راه خاصكم شي حاجه اقل من الزريبه الفيديو راني ننشرو باش باش تشوفوه باش تستمعوا تستمتعوا طبعا ان شاء الله مع ما شاء الله راه داكشي تبارك الله الصحافه راه الصحافه هذه دي الصحافه ديال المخزن ديال تيليكوموند عزكم الله ي... مسافين مسافين داير يعني لهم واحد البلاصه كاملين حاطينهم في واحد البلاصه وعزكم الله يوركوا عليهم على على البوطون يقول لهم يلاه انبحوا انبحوا على فلان انبحوا على فلان معطي منجيب انبحوا على عمر راضي انبحوا على الراضي الليلي انبحوا على حاجب انبحوا على فلان ويتموه هما يتناب يتنابحو 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 حو يتناب لين يعياو في الاخر يقعد معاه كاين والو ما قضينا حتى شي حاجه ومن بعد ما يجيبون شي ضحيه ثانيه يقول لهم يلا تنابحوا عليه تنابحوا راكم راكم عدين شي بطوله وشي فكريش احشموا على اعراضكم والمخزن وراك بهدلت راسك راك انت بهدلت راسك راه بهذا السلوكات راه به تبهدل راسك راك تشوه غير راسك اللي آه في هذه الزريبه هذه ويتحكموا في الصحافه ويتحكموا في السخافه ويدوا المواقع ويدوهم الهي ويصوروا الكذب ويروجوا الكذب راه الكذب راه ما الكذب ما تقد تقنع به حد الكذب ما تقد تقنع به حد احنا راه بدينا معاكم في هذا اللايف نقطة بنقطة نقطة بنقطة بالدليل وبالحجة وبالمصدر انتم مش عندكم قاري ديماري واحد الكاميرا الخائن الف كذا زوجته اولاده مشته مش عزكم الله كلبته عزكم الله حمارته عزكم الله بغلته ايوا اشنو استفد الناس اشنو استفدوا الناس واش تظنوا بانه هذه الحمله كامله تظنون بانه زعما راكم تمسوا صورتي راكم ما تمسوا صورتي راه ما تقدوا تمسوا صورتي انا بجرام واحد غرام شتوا قد شو 20 الف شمكار في في, في 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 اليوتيوب والله في, الم... في, في مواقع التواصل الاجتماعي والله اللي بغيتو راكم واخا تكتبوا عشرين ألف مقال عن الشعب الصحراوي المناضل المكافح اللي أصلا ضحى بخمسة وأربعين سنة من عمره وهو يناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية لن تستطيعوا أنكم تمسوا شعرة منه واخا تجي شو عشرين ألف شوف خيخي واخا تجيبوا الدار والكوزينة والدروج والسطاح والبراكة و... وكل شيء أس 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 مواقع بهذه, بهذه الأسماء لن تستطيعوا تمسوا نضال الشعب الصحراوي جرام واحد لماذا؟ لأنه كاين ما بين السماء والأرض، كاين فرق كبير. واحدين يناضلوا من أجل قضية، واحدين يناضلوا من أجل الخبز باش يدوروا معاه يجيب 200 درهم ويرجع منين تشوف منين شفت أنا غير من, من, من شفت سبابيطكم عرفت عنكم بأنكم تنتموا لنظام أصلاً، نظام ديال الشمكارة. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.